جميل أن تجد هكذا خيمة بسيطة بولاية البليدة بلدية الصومعة تقدم للعائلات الجزائرية أرقى الخدمات الترفيهية بالمجان، صانعة الفرج والبهجة في وسط البراءة. وجميل أن تسمح هكذا فضاءات بإعطاء الفرصة للفنانين الصاعدين. شي غير اليوم اللي نديرو دائما لانيماسيون، عندنا شاك جودي لهنايا، ولا كل يعني كل ذكرى ولا كل مناسبه وطنيه ان شاء الله يعني الدوله تاعنا ولا وزاره الثقافه ولا يديروا لهم، يديروا مام للعائلات، ما بقاوش غير احنا نقولوا، يديروا العائلات، يدير لهم اماكن مخصصه، اماكن مخصصه يعني لهذو يعني هذه الكوميديان ولا هذو الشباب كاع اللي راهم لي زارتيست اللي راهم طالعين، يديروا لهم العاب ترفيهيه باش نحيوا هذيك الروح تاع انه العائله كي تخرج تتعشى انها تلقى راحتها وتلقى الجو وتلقى كيما شفتوا. نديروا لهم بعض الالعاب سحريه، العاب الخفه، باش نرفعوا عليهم. العائلات الجزائريه استحسنت مثل هذه المبادرات الرائعه. Cadre familial, les animations chaque jeudi, vendredi généralement, c'est beau, les occasions dès que nous avons l'animation, alhamdoulilah, du Maraqaïma, ou surtout le cadre familial, voilà, d'accord, il compte beaucoup, ça fait plaisir, les enfants, c'est beau, les jeux, l'animation, les blagues, un peu de tout. حاجه مليحه يعني نحس روحتنا كاننا رانا في عائله وحده، شغل العائلات تاعنا راهي حضروا كل مع بعضنا. فضاءات ترفيهيه كهذه هي واجبه لتشجيع السياحه الداخليه والترويج لها بطريقه محترفه.